ونتابع أداء الأسواق العالمية بمزيد من التحليل مع ضيفنا رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكوتي. أهلا ومرحبا بك معنا رائد. دعنا نبدأ بهذا الخبر، خبر تحديدا تحفيز الحكومة الصينية لأسواق الأسهم والقطاع العقاري. اليوم وجدنا أسعار نفط استجابتها ضعيفة، وحتى أسواق أوروبا اليوم تفتتح على مكاسب محدودة. هل هذا بالضرورة يعني إعادة انتعاش الطلب القادم من الصين؟ شكرا رولا. طبعا نحن عم نتحدث عن تحفيزات صدرت من الصين اليوم، لكنها يعني نستطيع ان نصفها بانه هي شورت ليف، يعني سوف تكون تاثيرها قصير نسبيا لانها لا ترقى الى طموحات المستثمرين في الاسواق بشكل عام المتطلعين الى حزمه تحفيز ان تكون اكبر من ذلك لعده قطاعات. كان ممكن انه شفنا تفاعل ايجابي للمؤشرات الثلاثه الرئيسيه الصينيه، كانت نوعا ما متفاعله بطريقه ايجابيه بتفاوت ما بين 1.8 لاكثر من 2.8% ارتفاعات على هذه المؤشرات، بفعل انه تحفيز المستثمرين في اسواق الاسهم على وجه التحديد. ولكن الحاجه الضروريه للاقتصاد الصيني لمزيد من التحفيزات حتى يكون هناك هذا التعافي القوي من بعد الريستريكشنز اعتقد ضروريه جدا. هذا الامر ممكن ان يسبب نوعا ما عدوى طفيفه خلال تعاملات اليوم على بعض الافاق الايجابيه لاسواق الاسهم، ولكن ايضا اسواق الاسهم تسترجع اداء ايجابي كان بنهايه تعاملات يوم الجمعه بنتيجه تصريحات جيروم باول اجمالا. طيب رائد، بمناسبه جيروم باول، يعني هل تعتقد انه ما قاله جيروم باول انه هناك احتماليه لمزيد من رفع معدلات الفائده سيتحقق فعلا، وانه الاقتصاد الامريكي في حاجه لمزيد من رفع معدلات الفائده، ام انه المسار الهبوطي الواضح للتضخم في امريكا خلاص لا يحتاج للمزيد من رفع معدلات الفائده؟ حقيقة يعني حذر الفيدرال الأمريكي بالتصريح بشكل مباشر بما يتعلق بمستوى أو مقدرته على رفع أسعار الفائدة بشكل أكيد في اجتماعه المقبل، وربطه بالبيانات الاقتصادية ما هو إلا دلالة ضمنية على أن التضخم نوعا ما بطيء بالاستجابة، وربما تكون أمام الفيدرالي إما خيارين: إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة بحقيقة الأمر لفترة قد تمتد حتى نهاية تعاملات العام القادم، أو أن يضيف رفعة أسعار فائدة إضافية ويكون الامتداد في يعني أو التجاوب مع التضخم أسرع ووصوله إلى 2%، وبالتالي مع منتصف العام القادم فقط يمكن أن يبدأ بتقليصات أسعار الفائدة. فبالتالي أعتقد الفيدرالي في الوقت الراهن يواجه تضخم صعب المراس، وأن ارتفاعات أسعار المستهلكين ربما ستستمر لفترة ممتدة، تضطر الفيدرالي لرفعة إضافية إن لم تكن في سبتمبر، فأعتقد بلا شك سوف تكون خلال تعاملات هذا العام قبل نهايته، وبالتالي حتى نصل إلى المستهدفات عند 2% كتضخم. طيب لا ننسى رائد أيضا بأنه الأسواق تنتظر المزيد من المحفزات تجاه عمليات التوزيعات، يعني موسم الديفيدنس ما كان كافي في الفترة الماضية، وربما كان أكثر وجدناه من القطاع البنكي تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، في عندك على الأقل 7 بنوك رفعت التوزيعات 10%. ماذا ننتظر في الفترة القادمة؟ أسهم قطاع التكنولوجيا ما هي أخبارها؟ هل ما يزال هنالك اهتمام من قبل المستثمرين بهذه الأسهم؟ يعني شفنا ما حققت شركة انفيديا في الفترة الأخيرة، هل هذا يعني أن التوجه القادم سيكون للحياز على هذا النوع من الأسهم؟ يعني رولا، طفرة الـ AI والذكاء الاصطناعي وقطاع التكنولوجيا الذي يقود المكاسب حقيقة لا تزال تأثيراتها مستمرة على الأسواق، ولكن ضعف بشكل كبير جدا هذا الأثر. يعني نحن عم نحكي على نفيديا ارتفعت 8% قبل الإعلانات فقط، قبل إعلانات الأرباح، وأضافت إلى أكثر من 28% ارتفاعات خلال تعاملات هذا العام. إجمالا ما نريد التركيز عليه أنه أداء يعني في نوع من التفاوت الكبير بين محفزات النمو أو الارتفاع في أسواق الأسهم ما بين عدم الوضوح أو عدم الغموض اللي يكتنف توجهات السياسة النقدية ومخاوف المستثمرين في الفترة المستقبلية من كساد أو ركود اقتصادي.
وبالتالي ذلك يخيم حقيقة على أداء الأسواق. بالتالي بالنسبة للمستثمرين ممكن يكون هذا مرده على أن تكون حيازاتهم قصيرة المدى نوعا ما، وبالتالي تخارجاتهم تكون أسرع، على الرغم من أنه في عنا أداء إيجابي جدا في قطاع التكنولوجيا، وكما ذكرت كان في أداء متميز نوعا ما في بعض إعلانات أرباح الشركات وعلى وجه المصارف، ولكن أيضا كان في عندي آثار سلبية متأتية من تصفيات التصنيفات الائتمانية ولأكثر من 10 بنوك أمريكية. كل هذا يأتي بآثار سلبية على رغبة المستثمرين أو على رغبتهم بالمخاطرة إجمالا. نريد الإشارة بشكل ضمني أنه بشكل واضح أنه لا تزال ثورة الـ AI مسيطرة على أداء الاقتصاد، ولكن الكلمة العليا حاليا هي لمخاوف الركود ومخاوف الكساد في الأسواق والارتفاع الواضح جدا في عوائد السندات. إذن شكرا جزيلا رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب.